إلى فقرة ضيف، ونستقبل اليوم المحلل السياسي الأستاذ دريس قصوري. تحية طيبة لك أستاذ دريس قصوري. بداية، بماذا نفسر هذا؟ شكرا. أهلا بك. إذن بماذا نفسر هذا الارتفاع الكبير والمتواصل في أعداد الإصابات بكوفيد 19 أستاذ دريس قصوري؟ رغم كوننا أصبحنا أمام فيروس منفلت، ليست له خصائص الفيروس السابق، وبالتالي أصبحنا كذلك أمام وضع منفلت. التفسير الموضوعي والمنطقي هو أن المواطن تطبع مع الخطر ومع الفيروس ومع الوباء، وقلل بشكل كبير من الفعالية الوقائية، ولم يعد يميز ما بين الصواب والخطأ، بل تحول الخطأ في السلوك إلى صواب، وبالتالي لا يميز بين في تحركاته اليومية وفي حياته وفي نمط العيش اليومي، جعل الخوف وراءه، ولم يعد يميز بين ما هو مهم وغير مهم، بين ما هو ضروري وغير ضروري، وأصبح يعيش حياة عادية وربما حتى أكثر من العادي، وهذا مشكل كبير ينبغي أن نواجهه وأن نعيد فيه النظر قبل أن نتحول إلى انتكاسة لا قدر الله. دكتور قصوري، كما ذكرت أن ربما أصبحت عادة، لكن الواقع الأمر أن هناك متحورات جديدة ظهرت، وبالتالي تميزت بسرعة انتشارها وبخطورتها، خصوصا لدى الأشخاص الغير ملقحين. فبالتالي كيف يمكن يعني توعية الناس بخطورة هذه المتحورات بشكل مباشر وفعال؟ قلت في البداية وفي أول كلمة بأننا أصبحنا أمام فيروس منفلت، ومنفلت للقاحات ولكل المضادات، وبالتالي أصبحنا أمام وضع أكبر من البداية. في البداية كنا أمام فيروس نجهل طبيعته وتخوفنا منه، ولم نكن مهيئين ومؤهلين صحيا ولمواجهته. اليوم بعد بذل مجهودات كبيرة من قبل الدولة والوزارة وجميع المؤسسات المعنية، وكل ظهر أن كل القرارات الاستراتيجية والجهود التي اتخذتها كانت ناجحة، ولا زالت تسير في خط سير مستقيم للتغلب في رفع مسؤوليتها وجعل الأولوية هي مصلحة وصحة المواطن. لكن في الاتجاه المعاكس نرى أن المواطن طبع مع الفيروس وقلل منه وقلل من المخاطر ومن رغم النوعية الجديدة للفيروس المنفلت المضاد لكل التلقيحات. الآن ينبغي أن ندق ناقوس الخطر ونعيد طريقتنا في التعبئة. في البداية كيف كان العمل؟ في أول لحظة كان هناك العمل مزدوج ما بين أسلوب الإقناع وأسلوب الإكراه، وبالتالي هيبة الدولة وقوة الدولة على مصلحة المواطن كانت حاضرة. اليوم المواطن تحرر وأصبح أكثر حرية ويستعمل حريته الشخصية، ونحن في حاجة إلى الإقناع ونعتمد الإقناع. واتضح بأن كل توجيهات وتحذيرات وزارة الصحة والإخصائيين على مدى الأسابيع الماضية لم تعطي أكلها وليس لها أي جدوى، ولهذا ينبغي أن نستمر في هذا الأسلوب الإقناعي، وأن نحاول أن ينسج المواطن تشكيل سلوك جديد، لأن في البداية بالفعل كان هناك خوف وجهل للفيروس وأخبرناه وأصبحت له معلومة عن هذا الفيروس. اليوم ينبغي أن تسير التوجيهات في اتجاه إعادة تغيير سلوكه بأن يكون سلوك استجابة طوعية، وبالتالي يتحمل مسؤولية، ونحن في حاجة بهذا الصدد إلى المواطن المسؤول، إلى الأسرة المسؤولة، وإلى الجماعة المسؤولة، وأن نجعل مصلحة الدولة والمصلحة العامة والمصلحة الموضوعية أقوى وأفضل وأولى من المصلحة الشخصية الظرفية الضيقة التي هي اليوم
تعلو على المصلحة الوطنية العامة. لماذا خطير جدا اليوم حوالي 300 وفاة بالنسبة للشقيقة تونس. المجهودات التي بذلتها الدولة المغربية بكل مؤسساتها أعطتنا قللت من الوفيات، ولكن في نفس الوقت كل المؤشرات بين الأمس واليوم توحي بأن هناك مخاوف ومخاطر كثيرة. انتقلنا من 1000 بين الأمس إلى 2800 اليوم، وصلنا إلى مؤشر يومي 7.8 للإصابة، وصلنا إلى مؤشر إجمالي 15000 في كل 100000 نسمة. نعم حققنا نتائج مهمة في الاستشفاء 96.6، ولكن هذا غير كافي. لا نريد سلوك المواطن أن يعرض الدولة ومجهودات الدولة وقرارات الدولة ومالية الدولة إلى المخاطر، وبالتالي نتحول إلى وضع ضاغط على المنظومة الصحية. وفي هذا السياق دكتور دريس قصوري، هناك أيضا تخوف من تفاقم الأوضاع بمناسبة فترة عيد الأضحى المبارك وكل ما تشهده عادة هذه المناسبة من كثرة التنقلات واكتظاظ الأسواق وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي إلى آخره. الدولة استجابت لمطالب المواطنين ونفست من خلال الوضع الخانق الذي عاشوه، لأن كان الوضع مؤلم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، واستجابت طوعا لهذا الهدف. ولكن على المواطن أن يتعامل بشكل موضوعي ليحافظ على هذه المكسب وليتجاوب بشكل إيجابي مع هذا الوضع. في عيد الأضحى اليوم لاحظنا بأن هناك تحرك المواطن، هناك اكتظاظات، هناك احتكاكات كثيرة، هناك التوجه إلى التبضع في وقت وزمن ضيق وبشكل جماعي، وهذا يؤدي إلى الإصابة وكثرة الإصابة مثل ما كانت السنة الماضية. كذلك ينبغي بالنسبة وكان يمكن أن نتفادى هذه السلوكات في التبضع. كذلك اليوم المواطن يتواجد بالأماكن العامة لفترة طويلة ويقضي فيها وجلوس طويل، هذا لسنا في حاجة إليه، في حاجة إلى سلوك ووعي عقلاني منطقي. في مرحلة العيد أيضا نريد من المواطن أن يقلل من الزيارات، أن لا يكون هناك تنقلات كثيرة وسفر كثير وتجمعات للعائلات. نعم في الحاجة إلى قضاء عيد مبارك، ولكن بدون مخاطر بدون ضرر، خصوصا وأننا مقبلين على استحقاقين مهمين، استحقاق الانتخابات وينبغي أن نمر به وبلدنا في حاجة إليه، واستحقاق الدخول المدرسي المقبل في ظروف جيدة. فهل نحن ننظر إلى هذين الاستحقاقين بعد شهر غشت المقبلين إن شاء الله بشكل إيجابي، أم أننا بسلوكاتنا اليوم نكرس الذهاب إلى حجر صحي ومخاوف كثيرة وإصابات كثيرة؟ لابد أن نستفيد من جيراننا والوضع الذي أصبحوا عليهم، لابد أن نغير من سلوكنا. الدعوة هنا نحن في حاجة إلى مواطن مسؤول، نحن في حاجة إلى تغيير سلوك، نحن في حاجة إلى تقليص زمن تعاملنا سواء في التنقل، في التبضع، في قضاء حاجتنا، في تواصلنا، في سفرنا. إذا ما أردنا أن نحافظ على الاستقرار وعلى السيطرة على الوباء، خصوصا وأنه وباء يتغير بسرعة ويناور بكثرة ويفتك حتى بالفئة التي أخذت الجرعتين، ولا سيما الفئة المسنة أو الفئة التي لها وزن زائد. دكتور قصوري باختصار لو سمحت كي نختم، هناك مشككين كثر فيما يتعلق بنجاعة التلقيح أو لماذا سنلقح بحسبهم، كيف ترد على هذه الفئة وباختصار لو سمحت كي نختم؟ باختصار شديد لدينا وضع عائلي، أنه كان هناك تلقيح لجرعتين وكان هناك إصابة، ولكن إصابة كانت خفيفة والحمد لله، وبالتالي الأمور تسير بخير وعلى خير كما نتمناه إن شاء الله. بمعنى أن التلقيح يقلل من الفتك ويقلل من تعريض الإنسان للولوج إلى التنفس الاصطناعي والدخول إلى اللحظة الحرجة
ويعطي فرصة وإمكانية للعلاج وللاستجابة للعلاج في فترة وجيزة، ولا يعرض صاحبه لمخاطر صحية أثناء المرض والإصابة بشكل كبير مثل الذي لم يلقح. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور إدريس قصوري، كنت معنا من الدار البيضاء. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.